السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتطرق إلى طريقة إضافة مدونة بلوجر في أخبار جوجل أو في جوجل نيوز، والغرض من ذلك هو أرشفة المقالات بسرعة والحصول على زوار حقيقيين. كما هو معروف إخواني الكرام، جوجل نيوز هو عبارة عن رؤية شاملة عما يحدث في العالم بأكمله، ويعد إدراجك في جوجل نيوز أو جوجل أكتواليتي طريقة رائعة لكسب المزيد من الاهتمام بالمحتوى الخاص بك، وذلك بفضل الرؤية المتزايدة التي تقدمها جوجل لأهم الأخبار. إذن إخوان، تحول مباشرة إلى موقع جوجل نيوز. هذا هو الموقع، سوف أترك لكم رابط هذا الموقع أسفل الفيديو، يعني جميع الروابط إخوان سوف تجدونها في صندوق الوصف. إذن أول شيء نقوم به هو تأكد من حساب جوجل من هنا، بعد ذلك نقوم بالضغط على أجوتي فوتر بيبليكاسيون من هنا، ثم نقوم بوضع URL موقع الخاص بنا. سوف نقوم بوضع الموقع هنا، ثم هنا اسم الموقع، هكذا، ثم هنا المكان، سوف نقوم بوضع البلد، ثم اللغة، اللغة التي تقدم بها المحتوى، يعني على حسب الموقع اللي عندك المحتوى اللي كتقدموش بالعربية ولا بالإنجليزية ولا بالفرنسية. أنا الموقع عندي كنقدمه باللغة الإنجليزية، هكذا موافقة على الشروط، أجوتي لا بيبليكاسيون، هكذا إخوان. ثم نقوم بالضغط على بلوتار لاحقا، اذا لم يبدأ بعد. اذا اول شيء نقوم به هو الضغط على اوفرير، ثم الضغط على موديفي، نقوم بوضع التصنيف، يعني تصنيف المدونة واش ار ولا اوتوموبيل ولا انتربريز اي فينانس، كنشوفو على حساب المحتوى اللي كنقدمو، واش من صنف السبور ولا فواياج. نقوم بالضغط على اكسيدي او بارامتر دو لا بوبليكاسيون، ثم ناتي الى يو ار ال دو لا بوبليكاسيون، هكذا يو ار ال دو فوتر بوبليكاسيون دو اتر فاليدي، يعني نقوم بالضغط على فاليدي. maintenant الآن إخوان سوف نقوم بالتحقق في جوجل سيرش كونسول. سوف نقوم بأكسيدي على سيرش كونسول هكذا، ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على فاليدي. maintenant URL de la publication
إذا إخوان، تم التحقق من جوجل سيرش كونسول، هي فيريفيد. الآن نقوم بالضغط على كونتاكت، أجوت أن كونتاكت، نقوم بوضع يعني الإيميل اللي يتواصل معنا به جوجل أكشواليتي. أجوتي، إذا تم التحقق من الإيميل، إيميل فاليداسيون أونفوي. الآن نأتي إلى ستيل فيزيوال، نقوم بوضع أن لوغو كاري، اللوغو اللي كنديرو في المدونة ولا في القناة ديال اليوتيوب، كنمشيو نقلبو عليه. نبدا مثلا هذا اللوغو، امبوسيبل دامبورتي سيت ايماج، يعني غيكون كبير شويه. فاهمين، نديرو شي واحد يكون صغير في الحجم. إذا تم وضع هذا اللوغو بنجاح. الآن أجوتي لو لوغو ريكتانغولير دو تيم كلير، يعني يكون مستطيل. نشوفو شي واحد آخر، نشوفو مثلا هذا. يعني مزيان، أجوتي أن لوغو ريكتانغولير دو تيم سومبر. نشوفو مثلا شي واحد آخر يكون تيم سومبر. الآن سوف نقوم بالضغط على موديفي بارامتر لو كونتيني. إذا إخوان الكرام، هذه هي المهمة في هذا الدرس، هو إضافة، يعني نقوم بالضغط على نوفيل روبريك، ثم نقوم بوضع فليكس، يعني نقوم بوضع رابط الموقع هنا. كنجيونا اخوان تيتر دو لا روبريك، كنديرو مثلا بوست واحد، كنجيو هنا اليو ار ال، كنديرو الموقع ديالنا، كنجيو هنا كنزلو الموقع كما هو، اللين ديال الموقع، كنجيو هنا كنديرو اضافه باست، وكنجي واحد الميل فنخلي لكم في الوصف اخوان الكرام، هو هذا. وكنهزو هاد rss.xml، كنهزوها كامله بحال هكا، كنضيفو هنا، كيولي عندنا الرابط ديال الموقع /rss.xml. هنا كنخليوها تو المود، وكنديرو اجوتي. هاي في نضافت لينا اخوان الكرام بوست واحد، كنجيو نديرو
نوفيل روبريك واحدة أخرى، نديرو فليكس وكنديرو مثلا كنديرو بوست جوج بوست اثنان، وكنضيفو كذلك الموقع ديالنا هكذا عفوا، وكنجيو هنا هذا الملف اللي كنهزو هاد الثانية وكنضيفوه هنا، كيولي عندنا على الشكل التالي، كنخليوها تو الموند، كنديرو اجوتي، ولو عندنا دابا جوج ديال لي بوست اخوان. وكنجيو هنا كنديرو نوفيل ريبريك واحدة اخرى، هاد المرة اخوان كنديرو فيديو هادي، بالنسبة للفيديو كن إلى عندنا شي قناة ديال اليوتيوب يعني مقصرنينها بالمدونة ديالنا، خاص يكون عندنا لي بلاي ليست، يعني يكونوا سلسلات باش نضيفوا ليهم الـ URL ديالهم، يعني ميمكنش نضيفوا مثلا رابط ديال الفيديو واحد ولا، يعني خاص ضروري هادشي علاش مزيان لي مزيان البلاي ليست. كنجيو القناة ديالنا وكنمشيو البلاي ليست، يعني كل جزء كنديرو ليه اليو ال ديالو في هاد المكان هنايا. كنجيو مثلا هاد الاولى، هادي بلاي ليست وحده، Le nouveau Colgate Optic White est efficace contre les... يعني هاد البلاي ليست سميتها سمارت فون، هاد هو اليو ار ال ديالها، هو هذا غنزلو هاد السمية ديال سمارت فون، وكنجيو هنا كنوضعوها في هاد المكان، وكنجيو كناخدو اليو ار ال هو هذا اخوان، وكنديرو نوضعو في المكان، ومن بعد نديرو اجوتي. هاهي تزادت هنا اخوان، الان نديرو وحده اخرى فيديو، نمشيو البلاي ليست الثانية هادي، هاد السلسلة خاصة ببلوجر، كناخدو ليو ار طوبيس مزيان ولكن تاكسي مريح، كناخدو هاد الرابط كنوضعو هنا، كنجيو الاسم هو هذا بلوجر، وكنديرو إضافة اجوتي، فيديو حتى كنديرو السلسلات اللي عندنا كاملين. اذا اخوان قمنا باضافه جميع هاد البلاي ليست اللي عندنا، هاي الاولى الثانيه، الان نقوم ب انغوجيستري، الضغط على انغوجيستري، الآن نتحول إلى إكزاميني إي بيبلي، إذا أنا لي بوست لي درناهم هما بوست 1 بوست 2، لي بلاي ليست سمارت فون بلوغر سوفتوير، الآن نقوم بالضغط على فيريفي هذه.
ثم نقوم بالضغط على اكتواليزي ثم سويفون ثم نقوم بالضغط على فيريفي الثانية هذه. ثم نقوم بالاسم ديالك ولا الاسم ديال الموقع ولا اي اسم نقدر نوضعو هنايا، الاحسن يكون الاسم ديالك حقيقي. هنا لادريس ايماي نوافقوا على الشروط. ثم نديرو انفوي. المهم اخوان الكرام هادشي كيطلب شويه ديال الوقت باش كيتفيريفا. ملي كيتفيريفا كتولى هادي زرقاء، بيبلي كتولى زرقاء. ملي كتولى زرقاء كنوركو عليها وكيتفاليدا كلشي. إذن كان هذا هو درسنا اليوم إخواني الكرام. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.